تأخرت علي. خليها على الله، أنا تحاصرت وما قدرش أخرج، كنت خايف تجي وتلاقي مشهور عندي نايم بالغرفة، وقلت يمكن تحتاج أكل. أنا خايف كأن حد يراقبني، ومكرم جالس يخرج ويلحق بعدك كأنه شاكك فيك. اصبر الليلة هذه وبس، وأنا بقنع مشهور إني رجعت ماهر وأنت بترجع عند الغرفة. متى بنلقى الكنز اللي قلت عليه؟ قربنا نلاقي الكنز، أهم شيء تصبر واحذر وانتبه على نفسك. أخو ربيع قد عندنا، خلوا ربيع يقلب عليها القرية، يقع مجنون لو ما يعترف من نفسه إن أخوه موجود. وأنتوا رجالك إهداوا هذا اليومين، لأن الجماعة بدأوا يشكوا إن به أحد غيرهم في القرية. إحنا ندور أكل، خلصت هالمونة اللي معانا. أنا مش قلت لك تعمل حسابك في الأكل والشرب؟ أنت قلت لنا 10 أيام ونخلص، لكنه ده باين عليك مدور. موضوع الكنز هذا طلع مش سهل، لكن احتمال كبير إن إحنا قربنا. ايش فيك؟